أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا حلف أخي بأن آكل عنده ثم تركته ولم أبر بيمين وذهبت، فهل يجب عليه أن يكفر عن يمينه؟ نعم، عند الجمهور نعم، يجب عليه أن يكفر إذا حلف على غيره ممن لا يتأثر بيمينه، فإنه وخالف المحلوف عليه يجب الكفارة على الحالف. نعم.